والمصحف حرام، حرام يا جدعان. هو مفيش حد هو مفيش حد هنا في المطعم بيشيل غيري؟ وحياة ربنا ايدي وجعتني. انت يا عم انت سبتني ورحت فين؟ انت يا عم انت هشيل كل حاجة لوحدي انا. سبتني ورحت فين انت بقى؟ حط الحاجة دي هنا وتعالى بسرعة. ماشي. واوعى تمد ايدك على حاجة. لا مش همد ايدي على حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عم دي حتة موز عادي. كل دي حتة موز؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ الحاجات اللي حطيناها النهارده في التلاجة دي اوعى تيجي جنبها. ماشي؟ لا ما تقلقش مش هاجي جنبها، انا معرفش ايه هي اصلا. ولا انا عارف ايه هي، بس انا عايز اعرف ايه هي، اعمل ايه؟ كل عيش بقى، احنا مالنا يا عم؟ انا اول يوم وجاي اتدرب، خلي زعتر جايبنا اتدرب. ماشي؟ على رايك يا عم. يا تامر يا مكرم، انت قذفت منك ليه؟ جهزت كل حاجة خلاص؟ كل حاجة جاهزة وغسلناها وكلناها، ما تقلقيش. انت بتاكل الحاجات اللي هنطبخها؟ ايه ده، انتوا بتطبخوا موز؟ معرفش وربنا ان انتوا بتطبخوا موز. الشيف شيفبيني لو جه هيبهدلك. خلاص خلاص انا اسف. يا سلام على الشيف شيفبيني يا جدعان، يا سلام عليه. حد شافه امبارح في التلفزيون؟ اه ده كان فظيع. شفته وهو بيعمل ملوخية برازيلي؟ انت ما شفتش حلقة الاسبوع اللي فات بتاعت البصارة الاندونيسي؟ الاندونيسي دي نفسي فيها والله، نفسي اكل بصارة اندونيسي. هو انتوا شفتوا حاجه؟ ده الراجل ده معجزه. ده قبل كده دخل المطبخ لقى اتنين واقفين زيكوا كده بيرغوا، قام طاردهم. ايه ده ايه ده؟ لو على ايه طيب احسن. يلا يا عم هات يا عم الحاجه دي، يلا خلينا نقشر الجزر والخيار والبصل. يلا لا ما تقربوش من اي حاجه، هو قال هيجي يعلمنا طريقه جديده جدا في التقطيع، فمحدش يقرب من اي حاجه. طريقه جديده في التقطيع؟ اه ماشي. فين الزفت اللي اسمه سمير ده؟ انا هاجي اشعلقه من ركبه. ايه الزباله دي؟ هو الراجل ده بيزعق كده ليه؟ بس يا عم انت ما تقولش على خالي راجل. بعدين ده المساعد الاول بتاع الشيف شيفبيني، يعمل اللي هو عايزه. والله يا عم دي كوسه يا عم. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ انا نفسي افهم دلوقتي، تعالي لي هنا. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ سايب الزباله بره. ده انا بص ده انا هشعوطكم كلكم. انت بتزعق كده ليه؟ انا زعق زي ما انا عايز، انا المساعد الاول للشيف شيفبيني. لا ما تزعقش. انت عايزه ايه طيب قولي؟ دلوقتي سمير مستر عساف صاحب المطعم بعته تحت في الصاله عشان ينظفها. اه تعالوا لي بقى كده كلكم، تعالوا لي. احنا من امتى بنسمع كلام مستر عساف ده؟ احنا لينا شيف واحد هو اللي مسؤول مننا، الشيف شيفبيني. وانت يا زفت انت اسكتي. نعم. يا زفت انت انا جايبك هنا تاكل موز؟ يا انت عبيط يلا. يا عم باكل موزه فيها خال. انت مش كفايه ان انت مش فالح في المدارس؟ انت عملت ايه في نتيجه السنه دي؟ جبت كله كحك. عشان كده حسيت ان فيك بذره شيف فجبتك هنا. افهم بقى وركز واتبسط ياض في المطبخ. بتبسط اهو. اوعي تقولي لي اسم المستر عساف ده تاني. والله العظيم لو سمعك وانت بتتكلم كده لا يبهدلك. بلا مستر عساف بلا بتاع، تطاويل وهيف وهبل وملوش اي لازمه في المكان. ماشي ماشي. ايه مين الحيوان اللي بيشتمني؟ ده مستر عساف بجد يا لهوي. طب مع اوعى حد يقول له يا جماعه ان انا شتمته والنبي. ما تخافش يا خالو. اوعى تقول له. وربنا عيب عليك، هخبص على خالي. ماشي. مين الحيوان اللي بيشتمني؟ الحيوان اللي بيشتمك؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقتي. تعالى لي يا زعتر. تعالى. افهمك. بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول لحضرتك، احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنبقى بنقول عليه انه جامد يعني. يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده جامد ابن كلب. مش قصدنا يعني ان هو والدته كلبه يعني لا مؤاخذه، لا قصدنا ان هو عظيم جدا يعني. يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ده فاجر. مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قله ادب، لا قصدنا انه عظيم جدا. طب ما هو كلامه صح هو يا اخوانا، امال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق، ما بيغلطش في حاجه يعني.
كلامه صح يا مستر عساف، ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجه. انا ما بفهمش في حاجه يا زعتر. انا قصدي حضرتك ان انت ما بتفهمش في اللي انت ما بتفهمش فيه، لكن في اللي بتفهم فيه فانت ابو المفهوميه فهيم. طب ما هو كلامه صح يا بنتي، يا امال في ايه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط. يا عم ده قال عليك راجل قفا. انا قفا يا زعتر؟ انا قصدي ان قفا حضرتك طويل، وده يدل على تحمل المصاعب. طب ما انا فعلا بتحمل المصاعب يا ابني، امال في ايه؟ يا مستر ده انا عليك ان انت راجل معطف. انا معطف يا زقطر؟ يا فندم افهم بس حضرتك، انا قصدي ان دليل على المعطف ده ان حضرتك اصولك من الفلاحين، والمعطف له ودنين، يعني حضرتك ليك ودنين زي المعطف بالظبط. طب ما انا ليا ودنين فعلا يا اخوانا، امال في ايه؟ انا مش فاهم ايه المشكله، الراجل ما قالش حاجه غلط خالص. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ قال عليك راجل حمار. بس قال راجل. بس قال راجل. انما حمار دي يعني ايه حمار يا ابني؟ انت مجنون يا ابني؟ ما انا هفهم حضرتك، انا قصدي ان حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك، ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكو زي الحمار. طيب فعلا ما انا بروح بيتنا فعلا يا اخوانا كل يوم، الراجل كلامه كله حكم. يا مستر ده قال عليك ان انت راجل عبيط. انا عبيط؟ انا اسف، انا فعلا قلت عليك عبيط. انت قلت عليا عبيط؟ الصراحه دي قلتها، انت فعلا شكلك عبيط. انت متاكد؟ ايوه انت عبيط. ربنا يسامحك. مش هرد عليك لان انت انسان تافه. الله. لان النهارده يوم عالمي جايينا فيه شخصيه عالميه مهمه جدا. الغلطه عندنا بفوره النهارده، اي هفوه في الاكل، اي غلطه نروح في داهيه، لان جايينا النهارده المهراج الهندي. المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند. بس انا فهمت، كبير المهرجانات ده زي اوكا وارتيجا عندنا. كبير بتاعهم اكبر منهم شحته كريكه يعني؟ لا، كبير المهرجانات ده كبير قوي. انا فهمت ولقطت المعلومه خلاص. الهنود انت فاهم يحبوا الرقص والمهرجانات، فاحنا لما يجي الراجل ده نستقبله بمهرجان اقوى من المهرجانات. مهرجاناتنا بقى كل اسكت اسمع. اللي بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوات. هو مش حضرتك ايه قلت هو ده؟ قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل اللي في المهرجانات والفرفشه عايزين نبسطه؟ طيب نعمل ايه؟ بقول لك مهراجا هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيره في الهند، مش اوكا وارتيجا وشقلبه. في ايه؟ معلش غلطه بفوره. راجل لو لقى غلطه في ايه يا ماما؟ لو سمحت هو المهرجا ده اسمه ايه؟ اسمه أكبر مهتماما مهيتا في العالم. إيه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. أنا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جدا وجاي تبع مسؤولين مهمين، لو حصل غلطة في الأكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص؟ خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى، عايزين نركز في اللي جاي. أنا هديكوا شوية تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقول لك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في خمسه ونكتمه في اربعه ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا تمام؟ مستر. تمام يلا نبدا تمرين. ابدا. واحد اثنين ثلاثه اربعه، اكتم واحد اثنين ثلاثه اربعه، طلع في الحله. يلا تاني هوبا. ثانية ثانية واحدة، عايزين حلل كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ انا. اطلع خطوة لقدام. انا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح ايدك، افتح. ارجع ورا، افتحش بقى انا بقول لك. معلش معلش، انت راجل سالم ومفتري. والله بيصعب عليا لما بضربه، بس انا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. تفتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس، مفيش تمارين نفس، نخش على التمرين اللي بعد.
يقول لك ايه؟ الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه؟ يبقى خفيف على المعده. تمام؟ يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل يلا. ايه ده؟ احنا مقدمين حربيه. هاخدكم كشف جراحه لو ما نزلتوش. ننزل 10 بطن يلا. ماشي يلا ننزل. يا بس انا بنت ما ينفعش. اخرسي، مفيش بنات هنا، مساواه في كل حاجه. ماشي ماشي يلا 10 بطن. ثانيه واحده يلا. يا مس يا ابني ده ضغط. امال هو عايز ايه؟ عايز بطن. اللي هو ازاي؟ الشقلب. ايوه يلا 4 5 6 يلا يا ابني شويه. يا مستر انا حاسس ان انا هخس. اتنيل على عينك كده، هتتخن كده. واحد انت بتعملي ايه؟ بعمل انت بتولولي كده. قوم اقف اقف. ايه الغباوه دي؟ 4 اغبياء. انا عمري ما شفت كده واحد يبقى غبي اتنين لكن 4. ايه الغباوه دي؟ مفيش بطن، مفيش نفس. هنخش على التمرين اللي بعده. ركزوا في حاجه، المهرج هيجي ينفخنا. ركزوا. هنعمل دلوقتي ايه؟ ايه؟ يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طياره يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط، اي حاجه فيها طيور. طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور. مين الحيوان اللي اتكلم؟ اطلع خطوه لقدام. افتح ايدك. انا قلت لك تتكلم. افتح ايدك. اخلص. ارجع. يا ابني انت حمار، انت بتتدرب على دي بس ما تبدل. وانت راجل ظالم. والله بيصعب عليا لما بضربه. انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه. ركزوا معايا يا اخوانا، المهرج هيجي الغلطه بفوره. ركزوا. ماشي. تمام؟ ماشي. لا يا حبيبي، الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه؟ يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى. هتطبخ عيش بتاو في الطياره؟ امال في القطر هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ معلش يا مستر انا عايز. معلش. ارجع انت يا ابني اللي هناك. هتطبخ ايه في الطياره؟ مش هطبخ. يعني ايه مش هتطبخ؟ انا في الطياره مش هطبخ. انا بسالك، ده اختبار تجاوبني. مش هتطبخ يعني؟ انا اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي. طب ارجع ورا، ارجع يا برنس. وانت هتطبخي ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك. هي دي الاجابات. الست بتتعلم، مش عارفه بتتعلم، لكن ما تقعدش ترغي وخلاص. كلكم اغبياء. الطباخ في الطياره مش محتاج يتعلم طبخ، محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط. يلا ننزل 10 ضغط. هكشف جراحه اقسم بالله. 10 ضغط يلا. كنت دخلت شرطه. 10 ضغط بس يا عم. لو طلعنا فوق البوتاجازات واقول لك نط نطه الثقه. انزل يلا. يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر؟ اه ننزل ضغط. واحنا من شويه انا كده اخس والله. معلش يا حبيبي. انا عارف انا هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها. انزل 10 ضغط يلا. 1 2 3. انت بتعمل ايه؟ وانا بعمل ضغط. انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ اهو. انت بتعملي ايه؟ ضغط. ده ضغط ده؟ ده انت هتجيبي لي الضغط كده بالحركات دي وبابا. لا نفس نافعين ولا بطن ولا اي حاجه. خلاص مفيش تمرينات، مفيش زفت. هنخش على الأسئلة على طول. ماشي. المسقعة بتتعمل إزاي؟ المسقعة بتتعمل في السقعة، إنما بقى لو عايزين نعملها في السخونية نعملها مسخنة. أنت ماما عارفة إن أنت هنا؟ ماما عارفة إن أنت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وأنا نازل. قلت لها. طب اطلع خطوة لقدام. اطلع. طب بالراحة والنبي. ولا خلاص. افتح إيدك. ما أنت حمار أعمل لك. افتح إيدك. افتح. اللي هتفلت ب10. اللي هتفلت ب10. افتح ايدك. افتح. يا حمار ما تبدل الايد. انت بتضرب لها دي بس دماغي تدخل من وشك. وانت راجل ظالم. اخرس. تتكلمش تاني غير لما اقول. يا عم والله العظيم هو السبب. انت قلت لي المسقعه اتلغت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملجي. افهم انت ذاكرت ايه بالليل؟ بتنجان المحشي. ذاكرته ازاي؟ خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها. لا انت عبطه بقى. اخرس انت كمان. ماشي. يلا جاوب. المسقعه بتتعمل ازاي؟ حضرتك المسقعه بص افهم بقى، المسقعه بنجيب بتنجان عرايس بس. أيوة. يكونوا عرايس لسه جداد لسه. أيوة. ما تكملش كلامك. ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش.
ما تكملش كلام بلا جداب بلا قدام يا ريس. ما انا كنت هقول لك ما تكملش كلام. ما تكملش كلام. هات العصايه ارجع ورا. انت يا ابو طهيه مسقعه بتتعمل ازاي؟ ما بعملش مسقعه. ايوه ما بتعملش. ده اختبار. انا مش قصدي، انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي. انا ما بعملش مسقعه. أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي. انا برنس. طب تقعد برنس في اي حته؟ في اي مكان. طب ارجع لورا. وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي؟ انا شوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. هي دي الكلام؟ هي دي الاجابات؟ الست اهي اهي بتسالني، انا اقول لها بعدين. انما انا ما بحبش الرغي كتير. خلاص نخش على الاكله اللي بعديها. مفيش مسقعه وحياه امي ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش. مش داخله المطعم. ماشي خلاص. في ايه؟ هنعمل اكله تاني. البصاره. البصاره بتتعمل ازاي؟ البصاره دي بتتعمل في البصره عشان هي اصلا اكله عراقيه. دي معروفه. دي حلوه. ايه حلوه والله. انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا؟ اطلع لي خطوه لقدام. خلاص طيب. اطلع خطوه لقدام. اهو افتح ايدك. افتح. افتح ايدك. اللي هات. ولا جامده والله. اقسم بأذنبك والله بتضرب جامد. اللي هتفلب بعشرة. افتح ايدك اهو. تعلم. ماشي تعلم. خلاص هتعلم من غير ضرب. افتح ايدك. هتعلم والله. افتح. طب افتح ايدك. يلا هيسلم شكله. هيسلم والله. مالكش انت دعوه. افتح ايدك. حاضر. افتح. افتح دي. افتح دي. عايز اني هات دي. دي ولا دي؟ اديله المهريه. ما هتتقري زياده. خفش. شفت انا عارف الاخيره دي بتدي فيها جامد. طب ارجع لورا. ارجع لورا. ماشي وحياتي وربنا يوريك. ماشي ركز معايا. سنة لفين؟ البساره. البساره بتتعمل ازاي يا ابني؟ حضرتك بنجيب اربعه يلعبوا بسره. لو حد بسر تبقى بساره، ولو ما بصرش تبقى استيميشن عادي. يكملوا عادي. ممكن ما تتكلمش معايا خالص؟ طب مش ممكن ما تتكلمش معايا لحد ما اخلص؟ انت مش طايقني. ما ارجع. انت يا ابو طهيه البصاره بتتعمل ازاي؟ ما بعملش بصاره. ما بتعملش بصاره يعني ايه؟ ما بحبش البصاره. اعملها ليه؟ ايوه يعني انت بتعند معايا يعني. ابص الحال زعتر. انت بتعند معايا يا ابني. معلش معلش معلش. دي ام اسئله. دي ام دماغي. بالراحه يا مستر. انا برنس اقعد كده والبصاره تجيلي. ماشي يا برنس. ماشي يا برنس. ارجع لي ورا يا ابني. البصاره بتعمل ازاي يا ماما؟ بص انا شوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. والله شكلك ما عارفه اي حاجه. شكلك بتهودني وبس. كل حاجه تقول لي اعمل زيها بس بحبها، لان هي بتقول لي انا هفهمها بعد كده. انت بياكل معاك الكلام ده؟ اه بياكل معايا الكلام ده. دي بتطبلها. انا هزمر لها دلوقتي بقى عشان كده. شاب تطبل لي انا هزمر لها دلوقتي. طب تمام. خلاص تمام. ما تكلمش معايا انت. انت انت مش طايق. مفيش بصاره. مفيش بصاره ولا في مسقعه. لا بصاره ولا مسقعه. احنا هنعمل كشري، وانا اللي اقول لكم الكشري ازاي. الكشري بيتعمل واحنا مكشرين. نجيب بقى العدس والمكرونه والرز نكشر لهم يبقوا كشري. دي معروف يا ابني. انت متخلف والله العظيم. متخلف يا عم. ليه يا عم؟ محدش قالك كده قبل كده؟ لا. كل كلامك غلط وتخلف. امشي ارجع. مفيش اكل. خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده الامل الوحيد اللي ليكوا. يا اما همشيكوا من هنا. لعيبه ليها علاقه بالطبيخ. سمير كمون. صح. احمد كشري. صح. كابتن شط. صح. احمد الكاس. يا ابني ليه كده يا ابني؟ يا ابني ليه كده؟ احمد الكاس ماله؟ مال الحاجات دي؟ هي الحاجات دي كلها هتتقدم للناس كده؟ مش لازم نحطها في حاجه. هنحطها في احمد الكاس. اه وهيمشي ازاي بعد كده لما نحط فيه كل الاكلات دي؟ انت يا ابني ليه كده يا ابني؟ بتعمل ايه؟ مفيش يا جماعه. مفيش اكل ومفيش مسقعه ومفيش لعيبه ومفيش مبطل. لا 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 ركزوا معايا. علمنا والله. احنا هنتعلم منك. علمنا. هتعلمه؟ هنبقى زي الفل والله. طيب الرز لازم يبقى عليه شعريه. الرز يبقى عليه ايه؟ شعريه. المكرونه يتحط عليها صلصه من فوق. المكرونه يتحط عليها ايه؟ صلصه. والكمون لازم بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا يا سلام. ايه
لا لا هات بس هتتكلم ازاي هتتكلم ازاي اجلد هبل الله يخرب بيت البس كوت علان علان ايه هتعمل ايه تعالى طب يا مستر خلاص تعالى ايوه هتعمل ايه بعد كل ده بس بس خلاص خلاص اسكت انت ما تتكلمش خالص اسكت حاضر وانت البس شكلك عره البس والله شكلك يقرف الكلب وعامل ايه القرف ده انا شكلي عره والله شكلك مقرف جدا انا شكلي مقرف والله لو لقينا شغل في مكان تاني كنا ولعنا في شعرك طب اطلعوا بره بقى في اجتماع انا هوريكم انا هو في اجتماع يلا هتعمل ايه ده في اجتماع ده اجتماع انت هترشع فينا سكاكين قدامي اجتماع مهم قدامي بره قدامي ماشي. قدامي اجتماع قدامي تعال الاخر اخر واحد انت تعال ابو طهيه قدامي 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 تعالي قدامي لا ايه يا لهوي انت بجد لا انت بجد والله فعلا امسك ايدك هنموت عشان مسرحيه يلا هتقولي لبسي اهو والنبي سجادين يا صمو ماشي قدامي لو راجل يطلع لي بره فين الشيف شيف بيني ده؟ اهدى يا هادي سيبني يا فادي اقتله اني هقتل يعني هقتله اني ياخد مني اخر طلبيه لحمه ويرجعها الشيف شيف بيني ويقول لي اللحمه فاسده اني بتاع لحمه فاسده يا راجل ده انا مودي له لحمه قال لي جايب اللحمه بقشرتها ايه ما انت غلطان برضك تودي له لحمه بقشرتها مش لحمه موزه يا راجل عندك حق في دي ايه ده الراجل ده بيستجل بينا ولا ايه هو الراجل ده ما يعرفش ان احنا اكبر تجار لحوم وبهايم في الوطن العربي مومنت تصحيح احنا اكبر بهايم ايوه احنا اكبر تجار بهايم ستايل امال ايه يعني عندك مثلا البقر عندي بيسمع مزيكا ايوه حس راقي يسمع مزيكا كيف يعني النت بيسمعوا شاكيرا والدكره عباسة حموده ايوه امال ايه عاوز اقول لك البقره عندي اي بقره تلاقيها خجوله برغم اني مديها الحريه الكامله للنهار على الفيسبوك كيف يعني كيف وفي بقر بيدخل على الفيسبوك غيرني يا عم ادخل الصفحه عندي جروب ابقار بلا حليب ايه تمام حاول تتعرف على واحده تتعرف ايه اكتب لها بحبك هترد عليا اياك هترد عليك بكلمه واحده ايه ايوه بق البطه لا بق البقره يا راجل انت ما راكش حاجه انما انا راجل عندي اشغال واعمال ومسابقات مسابقات ايوه انت ليك في المسابقات انا لسه واخد المركز الاول في مسابقه عالميه ودي مسابقه ايه دي مسابقه كيف تحلب البقره بس بسرعه ودي عباره عن ايه المسابقه دي مسابقه دي ازاي تحلب البقره بسرعه بس حاطط لك مشكله في الاول ايه حاطط اسد كيف تعدي الاسد وتحلب البقره وكان ليك منافسين ايوه الواد هريدي وعمل ايه دخل على الاسد قتل الاسد وحلب البقره وانت عملت ايه قتلت الاسد وقتلت البقره وحلبت هريدي يستاهل ايوه امال ايه انا بقول لك ايه كنت معدي امبارح من جنب دواركم وسمعت خناق وزعيق وبلاء كان في حاجه ان شاء الله ايوه دخلت البيت جعان قلت لها يا نانسي حضري الوكل قالت لي انا ما عملتش وكل
قلت لها زعقتني يا فوشة، وقلت لها يعني ايه؟ قالت لي خلاص انا هعمل لك مساج. مساج؟ طب على الطلاق بالتلاتة من يواكله. رادل. ايوه. انت رادل. ايوه. ايوه. إيه اللي بقول لك ايه؟ ايه؟ البلد كلاتها بتتحدث عليك. بقول لك ايه، انا اللي زعلان منك. ليه؟ يعني تعرف سبوع محمد ابني امبارح وما تجيش؟ انا ما عايز اتكلم في الموضوع ده. احنا رجاله دمنا حامي. ايه اللي حصل؟ يا رادل، 5 سنين انت متغرب في الكويت ومرتك تحبل وتخلف كيف بالسلكي؟ اسمع، احنا عيلتنا دمدين، موجودين بنخلف مش موجودين بنخلف. اذا كان امي خلفتني بعد ما ابوي مات ب5 سنين، احنا عيله ولاد 5 يا سيدي. دماغنا كده رداله. امال ايه؟ ايه ده ملك يا فادي؟ ايه ده مش وقته. ملك يا فادي، بقول لك هات ودنك. ايه التلاوات منين؟ الناحية التانية. التلاوات منين قلت؟ الناحية التانية. التلاوات منين؟ انت هتعملها في ودني؟ انت اللي قلت الناحية التانية. انا ساحب فحل جاموس معايا قدامي اوريك هتعملها فين، بس مش هسيبك يا شيف. شيف بيني. आजा आजा जिंदे शामी आने के ताले आजा सरे बाल नीले आसमान की ताले شترالي مكالي شترالي مكاري هاري سيكالاكا باكالي لالبا. سلام عليكم. وعليكم سلامك. واضح من لهجته ولبسه انه مصريا. لو سمحتاكي اروح منين دقاك كنتاكي؟ ما اعرف شاكي. ما اعرف شاكي؟ استحاله يكون مصرياكي، كان هيتوه امي يقول لي شمال في مين. أنت مين؟ نيها؟ أنا؟ شخارم. شخارم؟ أنت شخارم؟ ها. وأنا كوارم. كوارم. شخارم. نا كچھ بولا نا كچھ تولا. ريحتاكي معفناكي. اسم الله على المسكاكي. يا غبي، اول ما قلت لك ايه اسمك قلت على طول فين التنكرات وسايبني مركون ساعه مستخبي. انت لم تتاكد ان انا شخارم. انت شخارم؟ انت لم تتاكد؟ لا انت شخارم. هسالك سؤال هندياك، من هم اشهر ممثلين بوليود؟ شاروخان. كابور خان. جميله خان. ماري خان. شكري سرخان. هو شخارم بغبائه. لا يوجد هنا احدا سوانا، يجب ان نتحدث المصريه. هم المطلع عين امي لي من الصبح وقاعد عماله تقول لي كواكا وكاكي وكاكي اي حكايه. انت فاكر اللهجه الهندي دي مريحانا؟ احنا الهنود ده احنا اكتر ناس بنتعب، العالم كله بيتكلم ببقه الا احنا. امال احنا بنتكلم بايه؟ بدماغنا. نقعد نقول لا شو كنت فاري 4 جمل يجي لي ارتجاج وانا واقف، ولو شغال مغني بقى لا هي صرع. والله العظيم تعبان انا في الهند. والله ما حد هيجيب لي سرعه غيرك. ليه انت جايبني من الهند لغايه مصر هنا ومدخلني مطعم ليه؟ مش احتطني ليه؟ بس هقول لك، عارف المهراجة اللي جاي هنا المطعم ده خطف حبيبتي وجيبها على هنا. حبيبتك مين دي؟ يلا حبيبتي البت الهنديه. ما كلهم هنود، انا واحده. يلا البت اللي بتعمل كده دي المؤدبه. يوه ما كلهم بيعملوا كده وبيعملوا كده وبيطلعوا في الاخر شمال. لا والله والله ما شمال، دي بتعمل يمين بس. ما اعرفهاش. يلا اللي انت كنت متجوزها عرفي. يا غبي، طب انت جايبني معاك ليه؟ عشان انت اللي تعرف شكلها، انا يا دوب بشبه عليها. ايوه. المهم عايزين ننتقم بقى، ننتقم من المهراجة ده. ازاي؟ انا هجيب قنبله هنا. بص انا هزرع له قنبله هنا. وبعدين؟ وبعدين اروي القنبله اللي زرعتها. وبعدين تطرح تطلع قنابل مستويه نفرقعها فيه. الله، لو الفكرة دي نجحت الصيف الجاي نزرع بطيخ ونفرقعه ونطرطش لب على الناس كلها. بس انت جاي تجيب لي الضغط هنا، انا عايزك تركز معايا، احنا لازم نموت المهراجة ده. طب استنى قبل ما نموته اطمن على مراتاتي. اطمن يا سيدي. جاك اللي بعدك بعدي 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 طب على يا لا ماشي يا ولد. ايه قالت لك ايه؟ ما فهمتش منها حاجه. يا عم هي قالت لك ايه؟ عايزه منك ايه؟ هي قالت بتقول لي الفيل بتاعك اتجوز فرخه. فيل اتجوز فرخه؟ انت هتشتغلني ده يخلفوا ايه دول؟ فيل اتجوز فرخه هيخلفوا ايه؟ تشيكن فيل ايه؟
انت جاي بتقلش عليا قلش هندي ولا جايين نشتغل ونفجر الراجل؟ احنا جايين نشتغل. ما تتعبش امي معاك. خلاص مش كفايه سيبني ملطوع ساعه كل ده بتيجي في الطريق؟ لا والله ده انت ما شفتش اللي حصل وانا جاي بالفيل بتاعي عديت على 6000 كمين. اخر كمين ده الضابط يوقف الناس يقول لهم مخالفه مش رابط حزام، مخالفه مش رابط الحزام. عملت ايه؟ شديت زلومه الفيل عملتها حزام. قام وقفني بقى. ليه؟ قال لي مخالفه. قلت له ليه؟ قال لي ما انت مفيم الفيل، ما يعرفش انه لونه اصلا اسود. يا رب كانوا كلبشوا الفيل منك. بقول لك ايه، انا اسخطك قرد وانت واقف. انت كذاب قوي. ايوه مش هندي، لازم نقعد نكذب. بس انت لو كذبت تخش النار. يعني احنا هنروح النار الهنود عشان بنكذب ومش هنروح النار عشان بنعبد البقر؟ يا راجل صلي. ايوه صح، ادعي ربنا يهدينا. المهم ايه ده؟ صوت صوت. هندي هندي. هلاك بلاك هاكي. جبت الكمبليون؟ ها؟ الكمبليون؟ لا افهمه. قنبله فرقع. اه فرقع. كرنب. كرنب ايه؟ بقول لك قنبله فرقع. ما انت هتاكل كرنب تعمل قنبله فرقعها وقت ما تحب. الله يعرف اهلك، انجز خبي القنبله في اي حته. قنبله خبيها هنا؟ اه خبيها هنا واكتب عليها قنبله بقى. معاك قلم؟ يا ابني خبيها. معيش قلم. خبيها ورا المطبخ. خبيها ورا هنا؟ يلا بسرعة قبل ما حد يجي. أخيرا هنتقم من المهرجة اللي خطف حبيبتي وفجر فيه القنبلة. ده لازم ده. يا سمير انت يا زفت يا سمير. يجب علينا اختباءات. مكانك مكانك. هنا هنا. انت يا زفت يا سمير، ايه الزبالة اللي في المدخل؟